أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت وأيضا السلع العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال. البداية بأبرز العناوين. تبين مؤشرات أسواق المال العربية نهاية تداولة الأربعاء. تداولات صناديق الاستثمار بسوق أبو ظبي تقفز 364% منذ بداية العام. سهم أديس القابضة يرتفع 30% في أولى جلساته ببورصة السعودية. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1,777,000,000. هبط مؤشر السوق الرئيسي إيجو إك 30 بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 19,653 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجو إكس 70 بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر إيجو إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.50% عند مستوى 5491 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة العامة لمنتجات الخذف الصيني بنسبة 12.71% ليغلق عند 7.45 جنيهات، يلي سهم شركة سماد مصر بنسبة بلغت 8.81% عند مستوى 54.33 جنيها. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة بي انفستمنتس القابضة بنسبة 7.99% عند 15.68 جنيها. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.41% عند 16.21 جنيها. ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق السوق أبو ظبي المالي مرتفعا بنسبة 0.35% عند مستوى 9,647 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1,135,000,000. من أصل 69 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة بينما انخفضت أسهم 21 شركة، بقت 29 شركة على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 5.29% ليغلق عند 1.79 درهم. فيما ارتفع سهم شركة غذاء القابضة بنسبة 5.15% ليغلق عند 44.90 درهم. كما أغلق سهم انفيكتوس للاستثمار PLC مرتفعا بنسبة 4.65% عند 2.70 درهم. بينما انخفض سهم شركة أرام بنسبة 9.85% عند 3 دراهم. أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا أيضا بنسبة 0.76% عند مستوى 4,282 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 325,000,000 درهم. من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة بينما انخفضت أسهم 13 شركة، بقيت 11 شركة على ثبات. ارتفع سهم الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 4.61% ليغلق عند 3.63 دراهم. كما ارتفع سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.41% ليغلق عند 1 درهم. أيضا ارتفع سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 3.46% ليغلق عند 0.62 درهم.
بينما أغلق سهم الإثمار القابضة منخفضا بنسبة 3.55% عند 0.21 درهم. على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولة اليوم على انخفاض نسبة بلغت 0.63% عند مستوى 10572 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات ريال فاصل 636 مليون. جاء سهم شركة أديس القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 29.39% ليغلق عند 17.54 ريالاً. تلا سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 7.14% ليغلق عند 0.15 ريال. كما ارتفع سهم الوطنية للتنمية الزراعية بنسبة 4.71% ليغلق عند 45.60 ريالاً. بينما تصدر سهم شركة ثمار التنمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 8.78% عند 15.80 ريالاً. أما في السوق الكويتي، فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضاً بنسبة 1% عند مستوى 7191 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 42 مليون دينار. وجاء سهم شركة الصناعات الوطنية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.52% ليغلق عند 0.20 دينار. أيضاً تلا سهم بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.36% ليغلق عند 1.79 دينار. تلا سهم شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 0.60% ليغلق عند 0.16 دينار. بينما تصدر سهم شركة أعيان للإيجار والاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.70% ليغلق عند 0.15 دينار. على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، خفضت وكالة مودز التصنيف الائتماني لخمس بنوك مصرية بدرجة واحدة مع نظرة إيجابية مستقرة، ذلك بعدما قامت بتخفيض تصنيف مصر إلى CAA1. أقالت الوكالة في تقرير لها إنها خفضت تصنيف الودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك حكومية وهي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بجانب البنك التجاري الدولي إلى CAA1 من B3، كما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية من B3 إلى B2. قالت البورصة المصرية إنها تلقت طلب الشطب الاختياري من الممثل القانوني لشركة البويات والصناعات الكيماوية باكينا لعدد 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا. أضافت البورصة في بيان اليوم الأربعاء إنه جاري استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد. كانت لجنة القيد أو قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وافقت على نقل تداول أسهم باكين للقائمة دال، ذلك بدءا من بداية جلسة تداول الأحد الموافق 18 من أكتوبر الجاري. وفي الإمارات، سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة منذ بداية العام الجاري، ما يجعل سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بحسب بيانات وكالة أنباء الإمارات وام من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بنسبة بلغت 364% لتصل إلى 4.5 مليارات درهم حتى جلسة أمس، مقابل نحو 951 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق آخر، كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات عن مسودة بشأن مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للجهات ذات العلاقة تم تطويرها بما يتماشى مع التزام مجموعة عمل تمويل الاستدامة بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية الاجتماعية وحوكمة الشركات. ذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالتحسين المستمر لسياساتها وأنظمتها لتتوافق مع المعايير الدولية، وأيضا حرصها على استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية. إلى ذلك، تعتزم شركة أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في بورصة أبوظبي توزيع الأرباح على أساس النصف سنوية، حيث يتم توزيع دفعة أولية عن نتائج النصف الأول في الربع الرابع من نفس العام، وتوزيع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني من العام في الربع الثاني من السنة التالية. توقعت الشركة في بيان لها ارتفاع توزيعاتها للأرباح السنوية للسهم الواحد على أساس تدريجي بنسبة لا تقل على 5% سنوياً على المدى المتوسط، ذلك اعتباراً من السنة المالية 2024. في السعودية، ارتفع سهم شركة أدس القابضة بنسبة 30% ضمن قطاع الطاقة في أول أيام تداوله بالسوق السعودية ليصل إلى 17.54 ريالاً للسهم، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 13.50 ريالاً. ويشهد السهم تداولات نشطة بلغت نحو 70 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1 مليار ريال، تمت عن طريق أكثر من 38,000 صفقة. بدأ اليوم الأربعاء اكتتاب الأفراد في 2,400,000 سهم من أسهم شركة سال للخدمات اللوجستية بسعر 106 ريالات للسهم. أقالت الشركة إن فترة اكتتاب شريحة الأفراد ستستمر مدة 3 أيام لتنتهي يوم الجمعة 13 أكتوبر. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أستاذ أيمن، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أستاذ أيمن، في البداية، ما تفسير حضرتك لعودة هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا السوق المصري النهارده وامبارح بيتجاهل التصنيفات الائتمانيه، تخفيض التصنيفات وتخفيض التصنيفات لخمس بنوك مصريه، وكذلك بيتجاهل الاحداث والجيوسياسيه بالمنطقه بنسبه كبيره عن باقي الاسواق، وتخفيض توقعات نسب النمو في الاقتصاد المصري كما هو الحال على معظم الاقتصادات في خضم الاحداث الجاريه في المنطقه. المؤشر الرئيسي النهارده قفل باللون الاحمر بعد جلسه المزاد، يعني هو كان بيتداول في 19,700 نقطه اللي هي مستوى دعم قوي للمؤشر قبل جلسه المزاد. بعد جلسه المزاد كان السبب في الهبوط تراجع التجاري الدولي بجنيه واحد، جنيه صحيح، من 60 جنيه و60 قرش السهم الى 59 جنيه 61 قرش. طبعا كلنا نعلم ان التجاري الدولي بيحمل حوالي 40% من المؤشر الرئيسي، وبالتالي بنقول ان كسر الدعم ال 19700 النهارده ده كسر غير حقيقي، وممكن ان شاء الله في بدايه جلسه باكر ان شاء الله ممكن نلاقيه باللون الاخضر فوق منطقه ال 19700 نقطه. الا ان قيم التداول النهارده في متوسطه في معدلاتها المتوسطه في تباين في اداء الاسهم وخاصه الاسهم القياديه. لازالت المؤسسات المحليه بتشتري، ويمكن لغايه امبارح كانت المؤسسات الاجنبيه والمؤسسات العربيه بتشتري، وده اللي بيطمئن السوق. المؤشر الرئيسي لازال على اتجاهه الصاعد القصير ومتوسط وطويل الاجل، ويمكن دلوقتي بنقول ان هو عند منطقه دعم ما يرتد منها ان شاء الله في جلسه باكر، ومنطقه الدعم اللي بتليها منطقه 19500 ثم 19100. لازالت المقاومة القادمة إن شاء الله على طريق الصعود بإذن الله بعد الارتداد عند 20,150، لكن نقدر نقول إن المؤشر قلص نسبة كبيرة من خسائره
بعد الاحداث الجيوسيه اللي حصلت في بدايه الاسبوع. شفنا جلسه الاحد المؤشر تراجع اثناء الجلسه حوالي 1500 نقطه، قلت 1000 نقطه او اكثر من 1000 نقطه خلال الجلسه، وقفل بعد ما ارتد فوق الدعوم اللي كسرها مره ثانيه. المؤشر لازال على اتجاه صاعد ومطمئن، واللي بيحصل دلوقتي تبادل لجني الارباح بين الاسهم وبعضها غير مقلق. وبالتالي بنقول للناس احنا ممكن نعمل متغيرات عكسيه، نبيع في الارتفاعات ونرجع نشتري بارقام او اعداد اقل او كميات اقل في الانخفاضات لغايه اما الظروف تبقى احسن من كده ويستقر المؤشر مره ثانيه على اتجاه الصاعد. نعم، ايضا استاذ ايمن، ما التوقعات بشان المؤشر السبعيني بسوق مصر والذي صعد اليوم للجلسه الثالثه على التوالي؟ المؤشر السبعين يمكن كان سابق في بداية العام في النصف الأولاني، كان سابق المؤشر الرئيسي، يمكن كان طالع حوالي 25-26%، والمؤشر الرئيسي لسه كان طالع 2-3%. دلوقتي المؤشر السبعين يمكن بيريح شوية مع أنه لسه صاعد على كافة الأجيال زي المؤشر الرئيسي، ولكن بنقول أن المؤشر السبعين يمكن فيه أسهم صغيرة ومتوسطة، دي أسهم أفراد، والسيكولوجي بتاع الأفراد بيختلف شوية عن المؤسسات. يمكن بياخدوا اللقطة أو بياخدوا عنصر الأمان من المؤسسات، ولكن في أسهم مضاربات موجودة في كتير من أسهم المؤشر السبعيني. معظم الناس اللي بتشتغل بآلية الزيرو في نفس اليوم، البيع والشراء في نفس اليوم في الأسهم الصغيرة بتاعة المؤشر السبعيني، وبالتالي بنلاقي التذبذب بتاعه بيكون عالي شوية. وهو النهارده كان يعني مناوئ للمؤشر الرئيسي والاثنين كانوا طالعين، ولكن النازله او يمكن صندوق باع كميه في التجار الدولي في جلسه المزاد، وده ما حصلش في المؤشر السبعين، عشان كده قفل على تباين مؤشر السبعيني اخضر والمؤشر الثلاثيني احمر، وده شيء بنقول مؤقت. مؤشر السبعيني حاليا عند منطقه يعني تقترب من دعمه 3650 نقطه، ثم 3600 ان شاء الله مش هيوصل لها، والمقاومه القادمه عند منطقه 3700 نقطه و 3800 نقطه اللي بعدها. نعم استاذ ايمن، ايضا ما هي ابرز الاسباب في تزايد مشتريات العرب بالبورصه المصريه بالوقت الحالي؟ العرب يعني بقى لهم فتره بيشتروا، ويمكن انا جانب برضه في معظم الجلسات اصبحوا صافي شراء، انما العرب بنقول ان في الفتره اللي فاتت كان في صعود مضطرد في اسعار البترول، وبالتالي يمكن امبارح والنهارده في شويه جني ارباح، ولكن هيعود تاني لصعود النفط على المدى القصير. عندنا كمان في ميزه في الاسهم بتاعتنا بالنسبه للعرب، والميزه دي بتبرز في حرص العرب المستثمرين الاستراتيجيين والشركات العربيه اللي بتستحوذ على نسب في شركات مصريه، وخاصة الشركات اللي هي متداولة في البورصة أو مقيدة في البورصة، فده بنشوفه بنسبة كبيرة جدا هذه الأيام أو في هذه الفترة. بالتالي برضو الأفراد العرب بيمشوا ورا المؤسسات بتاعتهم والمستثمرين الاستراتيجيين، وده لأن الأسهم المصرية مضاعف الربحية بتاعها قليل جدا بالنسبة للأسهم الخليجية مثلا. يعني عندنا في أسهم عندنا متوسطتها المقررات الربحية بتاعتها 2 و3 قرار الربحية، ده يعني السهم بيدي أرباح أو بينتج عنه أرباح في السنة، يعني بنقسم سعر السهم على الأرباح متوسط الأرباح السنوية يدينا مقرر ربحية، وقرار الربحية ده كل ما قل كل ما كان السهم جاذب وعنده قابلية لتحقيق أرباح كبيرة جدا. المقررات الربحية دي في الخليج بتتراوح ما بين 15 و25 و30 مقرر ربحية، يعني السهم بيجيب ثمنه ارباح في 30 سنه. احنا عندنا في من 4 ل6 سنه، يعني مقرر ربحيه من 4 ل6، وده بالتالي بيبقى جاذب جدا للمستثمرين العرب والاجانب في نفس الوقت للاسهم المصريه. نعم، ايضا شهدنا اليوم الاعلان عن تقدم شركه باكين بطلب لبورصه مصر لشطب اسهمها اختياريا، ما تعليق حضرتك؟ طبعا زي احنا عارفين ان شركه باكين تم بيع حوالي 80.6 من اسهمها، تم استحواذ شركه الاصباغ الوطنيه المحدوده الاماراتيه عليها في مايو الماضي، وبالتالي مجلس الاداره الجديد هو اللي قرر الشطب الاختياري. احنا عندنا نوعين من الشطب في البورصه، الشطب الاختياري اللي احنا بصدده الان
اللي هي الشركه بتطلب الشاب الاختياري من البورصه، او الشاب الاجباري اللي هو الشركه بتكون في مخالفات فيها او فقدت العديد من شروط القيد، وبالتالي البورصه او هيئه الرقابه الماليه بتقرر شطبها شاب اجباري. احنا دلوقتي قدام شاب اختياري بناء على قرار مجلس اداره الشركه الجديد اللي هو شركه الاصباغ الوطنيه، على ان يتم شراء اسهم المساهمين المعترضين على شط الشركه بنفس سعر الشراء المقدم من الشركه اللي تم ب 39 جنيه و80 قرش، اللي هي في الفتره المحدوده المحدده لو ما باعوش هيضطر تتشطب الشركه ويبتدي يبيعوا في حاجه اسمها الاو بي ار بنفس السعر، او ممكن يعلوا السعر علشان يحصلوا او يستحوذوا على باقي الاسهم اللي موجوده في ايد شغال المساهمين. فده نعم. طبعا قرار طبيعي جدا بعد بيع الشركه. نعم، وضحت النقطه. بشكر حضرتك استاذ ايمن فوده رئيس للجنه اسواق المال بالمجلس الاقتصادي الافريقي لمشاركته معنا اليوم. أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأحمر على أسعار الطاقة والعملات الرقمية فيما تباين المعالم نفيسة. هبطت أسعار النفط بنسبة 0.30% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 87.39 دولارا للبرميل الواحد. وتراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم ترقب وتخوف الأسواق من المعروض في ظل الصراع المندلع في الشرق الأوسط الذي يستحوذ على ثلث امدادات العالم من الذهب الأسود. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.54% عند 1886 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء وسط ترقب الأسواق بيانات تضخم في أسعار المنتجين الأمريكية التي ستصدر اليوم، فضلا عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت خسائر جمعية اليوم، وهبطت عملة البيتكوين بنسبة 0.67% لتغلق عند مستوى 27243 دولارا. وتراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تداولات الأربعاء وسط استمرار مخاوف أسواق الأصول الخطرة إذا التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتعافي معنويات المستثمرين في الأسواق التقليدية. ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية والعالمية ينضم إلينا عبر الهاتف من دولة الإمارات دكتور عمرو عبدو رئيس أكاديمية تريدر ماركتس الأمريكية. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. مرحبا مساء الخير. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أبدأ مع حضرتك دكتور عمرو من بورصة أبو ظبي التي وصلت الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم، ما تحليلك لأداء السوق؟ نعم طبعا الأداء السوق يعني بيعكس اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الدول الناشئة، إنه ما زال هناك في اهتمام كبير جدا برغم الظروف الحاصلة، وأيضا إنه في انتقائية في هذا الاستثمار. بالنسبة لأبو ظبي تحديدا واحدة من الأشياء اللي هي يعني ساهمت بشكل كبير في الارتفاعات الأخيرة كان في الشهر الماضي أبو ظبي طرحت بعض السندات، الإمارة أبو ظبي طرحت بعض السندات وكان التغطية 5 أضعاف الكميات اللي كانت مطلوبة، فهذا يعني عكس بشكل كبير جدا ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارات وإمارة أبو ظبي تحديدا، وهذا ينعكس جليا في أداء الأسهم. أيضا إذا ما رأينا إلى الفالويشن اللي هي تقييمات الأسهم إذا كانت في أبو ظبي أو في دبي، نجد انه هي من بين الاقتصادات الناشئه، وايضا مقارنه ب الاسهم الاسواق المتقدمه نجد انه هي يعني في مستويات احسن بكثير جدا، مثلا تقريبا زي مقررات الارباح في 17 مقارنه ب 32 مثلا في الولايات المتحده، برغم انه الظروف متشابهه في اشياء كثيره جدا يعني. صحيح. برأي حضرتك أيضا دكتور، ما الأسباب التي دفعت مؤشر سوق دبي المالي في المحافظة على مستوى 4000 نقطة رغم أداء العرض المستمر لعدة جلسات؟
هذا صحيح. يعني حتى إذا نظرنا إلى هذا المستوى نجد أنه هو يعني أعلى مستوى من عدة سنوات. أيضا هناك في زيادة مستمرة في دكتور عمرو. دكتور عمرو أنت معي؟ دبي تفضل. هو انه في كان زياده في الايرادات، ولكن الزياده في الارباح كانت اعلى من الزياده من نسبه الزياده في الايرادات. ده معناها انه كفاءه الشركات التشغيليه هي ايضا ارتفعت بشكل مقدر، وهذا يجعل من الاسهم يعني اكثر جاذبيه بالنسبه للمستثمرين. الشيء ايضا الاضافي انه لاحظنا المستثمرين المؤسسات الانستتيوشنال انفسترز، وهذول دائما لما يجوا للسوق لما ياتوا الى السوق يكونوا يعني عندهم نظره طويله في المدى اكثر من الاموال الساخنه التي تدخل يعني لتكسب مكاسب سريعه او تخرج. فنوعيه المستثمرين نفسهم هو اللي ساعد على الحفاظ على هذا المستوى لهذه الفتره. لسه كنت هسال حضرتك دكتور عمرو، لماذا تجذب الاسهم الاماراتيه مزيد من المؤسسات والافراد الاجانب، وذلك منذ انطلاق تداولات العام الجاري في ظل الظروف الطارئه التي تمر بها المنطقه؟ ما راي حضرتك؟ نعم، ده سؤال ممتاز. هناك عدة عوامل، أهم هذه العوامل إنه يعني الإمارات استطاعت إنها تهيئ نفسها بحيث إنه دائما هي تكون الملاذ الآمن. صحيح. في منطقة تمتاز بال يعني التوتر الشبه المستدام يعني. فدي ميزة كبيرة جدا، فبالتالي كل ما يعني يكون في توتر في المنطقة، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط لكن حتى أبعد من ذلك في آسيا كمان، نجد انه مؤخرا منذ اندلاع جائحه كورونا في شركات كثيره جدا من اسيا ايضا يعني عملت ريلوكيشن الى الامارات. هذه ميزه. الميزه الثانيه المهمه جدا انه هناك في دعم كبير من الدوله. صحيح. للقطاع المالي بشكل عام، وايضا للشركات اللي هي شركات ممكن نقول القياديه والرياديه، بحيث انه هي بتدعم هذه الشركات وبتعمل يعني حاجه زي بتسمى بريفيرت ناشوناليزيشن، اللي هي زي التأميم المعاكس، يعني انه اذا الشركات المملوكه للدوله الدوله بتقوم تطرحها في البورصه وبتخلي المستثمرين يتملكوا جزء منها، وبالتالي المستثمرين بيكون عندهم ثقه انهم لما يشتروا في هذه الاطروحات الجديده بيكون عندهم شريك قوي جدا وهو الدوله، اذا كان في على مستوى الاماره في دبي او في ابو ظبي. هذه كلها عوامل يعني ايجابيه جدا بتجعل من الاسهم، وايضا تسهيل الاجراءات على المستثمرين سواء المحليين او الاجانب. اكيد اكيد جدا، يعني هذه برضه واحده من الحاجات اللي هي نجحت فيها الامارات حقيقه، انه بجانب دعم الدوله المؤشرات العالميه لسهوله الاعمال هي دائما في يعني في المقدمه يعني. صحيح. برأي حضرتك أيضا دكتور، ما انعكاس المؤشرات الاقتصادية القوية قل توقعات الإيجابية الأخيرة لصندوق النقد الدولي وأيضا انتعاش القطاع الخاص على أداء أسواق الأسهم؟ طيب، بالنسبة للأسهم الإماراتية ولا العالمية؟ الإماراتية. نعم نعم، طبعا زي ما ذكرنا يعني انه المناخ الاعمال مهيئ بشكل كبير جدا. القوانين واللي هي دي اهم حاجه بيطلع عليها المستثمر في اي دوله، القوانين معروفه واضحه ظاهره، ايضا قوانين يعني عالميه تشابه بشكل كبير جدا ما القوانين المتعودين عليها هم مثلا اذا كان في الغرب او في الولايات المتحده او غيره. فبالتالي يعني هناك في ارتياح كبير جدا للمستثمرين انهم يجي السفر، وهذا بينعكس في جميع قطاعات الاقتصاد، ليس فقط في بالنسبه للاسهم ولكن في كل القطاعات. اذا كان في قطاع العقار مثلا شهدنا ارتفاعات كبيره جدا في الفتره الماضيه، بالرغم انه اسعار الرهونات العقاريه يعني مرتفعه بشكل كبير، ولكن ايضا كان في اقبال كبير جدا في الفتره الماضيه، وده بينعكس على كل جوانب الاقتصاد اذا كان وكافه القطاعات. صحيح. اذا كان غيره. صحيح. أيضا بالنسبة للدكتور عمرو، لأسعار النفط العالمية التي ارتفعت بقوة في ظل تصاعد الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ما توقعات حضرتك أيضا؟ نعم، أنا يعني طبعا يعني هناك في عوامل جذب وعوامل شد بالنسبة للأسعار. إحدى العوامل التي تدفع الأسعار إلى أعلى طبعا درجة الحرارة الجيوسياسية، خاصة أنه هذه المنطقة هي مسؤولة من إنتاج 31% من النفط العالمية. وأيضا لدينا يعني عدة يعني أعناق زجاج اللي هي في مضيق هرمز أو مضيق هرمز مضيق باب المندب وغيره، وحتى يعني السويس كانال قناة السويس. وبالتالي هذه المعابر مهمة جدا بالنسبة
لقطاع الطاقة في العالم، يعني أكثر من 55% من الطاقة اليومية، من حركة الطاقة اليومية تمر بهذه الثلاثة معابر. فبالتالي كل ما زادت درجة الحرارة، كل ما الجيوسياسية، كل ما زاد التخوف وزادت الأسعار. من ناحية أخرى، إنه اتفاق أوبيك بلس بالحد من الإنتاج اللي هو إلى الآن ساري المفعول ويتم الالتزام به لفترة طويلة، هذا يدعم الأسعار. ولكن من الجهة الأخرى لدينا الطلب، وهو عامل مهم جدا، من الصين تحديدا ومن آسيا بشكل عام. فحتى الآن الطلب لم يرجع بشكل كبير بحيث إنه يعني يغلق الفجوة بين العرض والطلب. لذلك نجد إنه يعني برغم الأسعار المرتفعة الآن، إذا تعطل الاقتصاد العالمي وحركة الاقتصاد العالمي وقل الطلب، سوف نجد إنه النفط سوف ينخفض، ولكن سوف يجد قاع يعني عند أعالي الستينات وأدنى السبعينات، نسبة لإنه الآن في فجوة في بين العرض والطلب بحوالي تقريبا زي 2 مليون برميل حتى الآن يعني. فده الآن دي العوامل اللي هي بتحكم في سعر النفط. نعم، نريد أيضا أن نعرف رأي حضرتك، هل الذهب هو الملاذ الآمن الأبرز الذي لجأ إليه المستثمرون في ظل الظروف الطارئة الحالية؟ برغم انه الذهب ارتفع يعني في اول يوم تداول بعد الاحداث ارتفع بحوالي 1.5%، ولكن سرعان ما عاد واستقر في 1860. لا اعتقد انه الذهب لديه القدره ان يرتفع يعني كثيرا حتى برغم الاحداث التي تحدث الان، والسبب انه هناك في منافسه قويه جدا من ناحيه العوائد، من عوائد السندات الامريكيه تحديدا، عوائد السندات الخزانه اللي هي يعني تلعب دور ملاذ امن زيها زي الذهب. ولكن هناك ميزة للسندات، إنها بتعطي عوائد حوالي 5% بالنسبة للسندات لأجل سنتين، أو 4.2 بالنسبة للسندات لأجل 10 سنوات. فمقارنة بعوائد الذهب اللي هي معدومة تماما، ما ليس هناك عوائد في الذهب. فدائما المستثمرين، المؤسسات أو الطلب الاستثماري على الذهب هو الذي يحدد وجهة السعر بتاع الذهب أكثر من الطلب الفعلي على الذهب العيني. حتى إذا رأينا مثلا الطلب مرتفع جدا من البنوك المركزية، ولكن الذي يتحكم في حركة السعر بشكل أكبر هو الطلب الاستثماري وليس الطلب على الذهب العيني. فده الآن الحاصل، أن المستثمرين بيفضلوا أنه يحولوا استثماراتهم بالنسبة للملاذات الآمنة من الذهب إلى السندات الخزانة. نعم، الأمريكية تحديدا. نعم أيضا دكتور عمرو، ما هي الأسباب الارتفاعات المستمرة بالأسواق الأسهم العالمية لعدة جلسات متتالية باعتقادك؟ في الولايات المتحدة، عفوا كان السؤال ثاني؟ نعم، الأمريكية. نعم الأسهم الأمريكية، طبعا الاقتصاد الأمريكي بشكل عام يعني هو من أحسن الاقتصادات برغم أنه عدم اليقين الذي يحدث الآن. شهدنا ارتفاع يعني على مدى اليومين الماضيين، والسبب الرئيسي هو تغيير نبرة الفيدرالي الأمريكي تجاه النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة. يعني لحد الأسبوع الماضي كان الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد يوم الجمعة، أرقام الوظائف يعني جاءت مرتفعة بشكل كبير جدا، الأسواق تخوفت إنه الفيدرالي الأمريكي سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة. ولكن بعد الأحداث التي حدثت في المنطقة شهدنا تحول كبير جدا في نبرة المسؤولين في الفيدرالي الأمريكي، بأنهم يعني ربما سوف يبدأوا في يعني إبقاء سعر الفائدة كما هي، أو على الأقل غيروا بعض الكلمات التي أشارت إلى أنهم لن يكونوا بنفس التشدد يعني. فهذا ساعد بشكل كبير. هل ده دكتور عمرو ينطبق على الأسواق العالمية عموما وليس للأسواق الأمريكية؟ ده سؤال ممتاز جدا. بشكل عام عندما تنخفض العوائد، هذا بشكل عام يساعد الأسهم بشكل عام، لأنه يعني يخفف الضغط على أرباح الشركات، وهذا دائما يجعل من الأسهم يعني أكثر جاذبية من السندات. ولكن حتى الآن يعني هناك في عوامل أخرى كثيرة جدا بالنسبة لل يعني أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة تضغط على هذه الأسواق، يعني باستثناء الولايات المتحدة. يعني مثلا في بريطانيا مثلا أسعار العقارات متدنية بشكل كبير جدا، في أوروبا النشاط الصناعي والخدمي متدني. هناك عوامل أساسية فاندمنتالز أخرى غير فقط العوائد تضغط على الأسهم. ولكن في الولايات المتحدة العوائد السنوية هي العامل الأكبر الذي يضغط على الأسهم. فإذا ما انخفضت العوائد نجد أنه هذا يعطي متنفس للأسهم الأمريكية. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك دكتور عمرو عبدو، رئيس أكاديمية تريدر ماركتس الأمريكية، لمشاركته معنا اليوم.
وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم من جعلة، إلى اللقاء.